بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم على الانتي جوينت كده سمبليفايد مانر. يعني انا بصراحه ما عرفتش ابدا بهاي ليفل ولا بوتش ليفل ولا المحاضره مين التارجت اودينس يعني. فقلت خلاص احنا هنعمل تيست كده نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. تمام. فخلينا بس نحط كده نتفق على التيرمز اللي احنا المفروض في اي جوينت لما يتقال ان ده تايب اوف جوينت يبقى احنا فاهمين احنا بنتكلم على ايه. فالانكل جوينت كاكزامبل مثلا عندنا ده اول جوينت احنا ان شاء الله هنتكلم عليه. هو الارتكوليشن هنا بيبقى بين ايه وايه؟ بيبقى بين التيبيا الانفيرور سيرفيس بتاع التيبيا مع التيبيا. يعني هو اساسا تيبيو تيلر جوينت. تمام. التيبيا مع الديستال فيبولا الاثنين كده مع بعض بيعملوا كانه براكت شيب كده كانه قوس اللي هو القوس المربع كده براكت شيب سكوير كده. والتيلس بتدخل من تحت. تمام. تمام. نوع الجوينت ده النوع حسب الموفمنت بيسموه تيبيكال ايه هنج. ليه هنج؟ هنج ده اللي هو اللي زي مفصل الباب كده اللي هو بيفتح وبيقفل فبيسمح بالرينج اوف موفمنت along one axis اللي هو بيعمل بس فليكشن واكستنشن. ده الهنج. في حاجات بقى تيبيكال واتيبيكال اللي هي بتدي هنج وبيبقى معاها روتيشن شويه يمين او شمال زي الني مثلا بيبقى في الفليكشن بيبقى في شويه روتيشن فهو بيسموه اتيبيكال هنج. انما الانكل اكسلف اللي هو احنا قلنا ان هو تيبيو تيلر. الانكل اكسلف تيبيو تيلر بيدي فليكشن. الفليكشن بتاع الانكل اللي هو البلانتر فليكشن ناحيه السول ده هو الفليكشن بتاعه. الدورسي فليكشن ده اللي هو بيعادل الاكستنشن في الجوينتس الثانيه. اوكي. طيب ده معنى ان هو بيديني هنج. طب الروتيشن بقى اللي هو بيدي انفرجن وايفرجن ده مش على مستوى الانكل ده على مستوى السب تيلر جوينتس. دول ايه مش التارجت بتوعنا النهارده. اوكي. هو نوع كمان لو احنا هنقسمه حسب تقسيمه الجوينتس از جنرال سينوفيال جوينت. يعني ايه سينوفيال جوينت؟ يعني ليه كبسول. الكبسول بتاعته دي بيبقى ليها اوتر فايبر سول وبيبقى ليها انر سينوفيال لايننج وبيبقى جواه سينوفيال فلويد عشان يعمل لبريكيشن. برضو لما نقول سينوفيال جوينت هنبقى عارفين ان سينوفيال جوينت ده الارتيكولر سيرفيس بتوعه الارتيكولر سيرفيس اللي هو في حالتنا دي التيلس والتيبيا هما دول الارتيكوليتنج سيرفيس لازم يبقى ليهم كارتلج يعمل لهم كفرنج. فالكفرنج هيبقى بهايلاين كارتلج يبقى ده نوع الكارتلج اللي هيعمل لايننج للارتيكولار سيرفيس. يبقى هو سينوفيال هايلاين جوينت. تمام. هو سينوفيال جوينت وطالما سينوفيال يبقى ليه سينوفيال يبقى ليه كبسول والكبسول دي ليها لايننج ويبقى جواه سينوفيال فلويد ويبقى فيه هايلاين كارتلج يغطي الارتيكولار سيرفيس. كل واحد من دول بيبقى ليه ديزيزز. الديزيز دي هتبقى في كل الجوينت زي بعضها. يعني الديزيز بتاعت السينوفيوم واتيفر هو ايه الديزيز بتاعت الكارتليج و كجوينت الموفمنت اللي احنا قلنا عليها فعلى اساس ده بيتسمى ايه؟ بيتسمى هنج جوينت. تمام. ده الشكل بتاع الارتكليتنج سيرفيس. بعد كده الديستال بتاع الفيبولا ما فيهوش مشكله. التيبيا احنا قلنا ان التيبيا والفيبولا الاثنين مع بعض كده بيتربطوا مع بعض بيدونا الارك من فوق ومن تحت بيدخل الايه التيلس. التيلس بقى الارتكوليتنج سيرفيس ده بيبقى ويدج. يعني هو زي اللي انا عامله كده كده بالظبط. هو ويدج فهو ليه برود انتيرور وليه نارو بوستيرور. فهو لما بيخش في المفصل كده لما بعمل بلانتر فليكشن بيبقى اللي جوه الجوينت النارو بارت ده فبتبقى ليست ستيبل. لما بعمل دورس فليكشن بيبقى الوايد بارت هو اللي جوه الجوينت فبيبقى مور ستيبل. هو الاستابيليتي اوف ذا جوينت يعني هو هيبقى لايبل للانجري اكتر في انهي بوزيشن. الاستابيليتي بيبقى ستيبل اكتر في الدورس فليكشن عن البلانتر فليكشن عشان الشيب بتاع التيلس. اوكي. فده قلنا الشيب اوف ذا تيلس ليها برود انتيرور ونارو بوستيرور بارت. انا عايز شيفت عايز اتنقل بين الاثنين. اوكي.
اوكي. بعد كده بس نعرف برضو احنا لما زلنا بنتكلم على جنرال سبيكنج، لما نتكلم على اي جوينت ايه الحاجات اللي انا المفروض اعرفها فيه. بعد ما عرفنا طيب وكده وعرفنا الارتكوليتنج جنرالي برضو كده كسكيم لاي جوينت، لازم اقول هو بيكون من بون ايه البون اللي بيكونه عشان اعمل له تريسنج. وبعد كده زي ما قلنا هنمشي على الكبسول وهنشوف الكارتلج وهنشوف الليجامنتس والتندون، ده في كل الجوينتس. فدلوقتي البون اللي معانا هو التيبيا، تيبيا والفيبولا مع بعض كده، وبعدين تحت ايه التالس. تمام، ده في البوزيشن بتاعها في الهيبي وفي الايه في اللاترال فيو. عشان يكون ده اللاترال لازم الايه التيبيا والفيبولا الاثنين يكونوا سوبر امبوز كانهم وان بون. بعد كده دي التالس، التالس بالكومبوزيشن بتاعها من الهيد والنيك والبودي، وكل اللي تحت التالس ده اسمه سب تيلر جوينتس، فده مش الانكل. هو يشمل التيلو كالكينيوم وكل بقى الجوينت اللي بعد كده يعني كله سبتيلر. لو احنا هنتكلم بقى في كام ار، لان هو الام ار هو اللي هيديني التندونز والليجامنت، فاحنا هنتريس عليه البون، هنشوف البون المفروض يكون شكله ايه والكبسول اخبارها ايه والايه والساينوفيوم. تمام، فاحنا بنتريسنج بنمشي مع التيبيا وبنمشي مع التيلس. نورمالي بيبقى فيه شويه فلويد كده لانه احنا قلنا ان هو ساينوفيال جوينت، فاكيد فيه ساينوفيال فلويد، فده مش افيوجن، الفلويد ده نورمال. لكن لما يزيد الفلويد ده فده بيبقى حصل هنا افيوجن، لان بقى فيه اكسس اماونت اوف فلويد اكوموليشن في تيبيو تيلر جوينت وتيليو كالكينيان جوينت. تمام، الجوينت كبسول برضو الجوينت كبسول هنا في الحاله دي انا قادر اشوف ان في هنا ثيكنينج للكبسول، في هنا كبسولار ثيكنينج. المفروض لو احنا رجعنا للصور اللي كنا بنشوفها نورمال ما كنتش بيبقى فيه الباكلينج والحاجات دي، ما كانش بيبقى فيه هنا ولا انتيرور ولا بوستيرور الباكلينج والزياء والتيشوز الكتيره اللي هي موجوده هنا. هنا في ثيكنينج هنا في السوفت تيشو اللي هو انتيرور للكبسول مع الكبسول الانتيرور بارت ومع الكبسولار بوستيرور بارت. احيانا بيحصل فايبروزس، والفايبروزس بنشوفه في النان في النان فاتس بريست ايمج عشان نتاكد ان هو له سيجنال في كل البال سيكونس، فبنشوفه في من سكان كل السيكونسز عشان ميك شور اذا كان ده فايبروزس. في قلنا التشيك ليست دي اللي احنا قلناها لازم اعمل سكاننج للبون، والبون لو انا بدور فيه على فراكشر بيتشاف في التي 1 وفي النان فات سبريست ايمج. وحتى لو كان كل ده نورمال برضو لازم اعمل، لو في ستيل في داوت لازم ارجع للاكس ريز او السي تيز. اوكي، وقلنا بنتكلم على الجوينت، وطبيعي ان الجوينت يكون فيه شويه افيوجن، ونميك شور ان الكبسول ما يكونش فيها ثيكنينج. بعد كده الليجامنتس والتندون نشوف اخبارهم ايه. تمام، معلش هو الكبسول ليها اتاتشمنت معينه يعني تبقى زي الشولدر كده كده من الانتيرور اسبت بتاع التيبيا لحد النك بتاع التيلس، ورا برضه من البوستيرو بتاع التيبيا مع البوستيرو بتاع التيلس، ده الانتيرور كبسول هنا. ممكن تعرفيه زي يعني الصوره اللي عرضت اخلاص دي اجهزه كبسولايتس، يعني في سيكنينج وريدندنت نورمال بيبقى سن لير كده، فانت يعني منظر ده بيقول في سيجنال فعلا في الكبسول، ده ريبيتد غالبا دي بعد كده بتبقى هيدن كتير وبتبقى لوست، تلاقي العيان عنده ريبيتد تروما ماينور تروما كتير ويحصل مايكرو هيموريج وتهيل بالفايبروز وتهيل بالفايبروز وتعمل في الاخر اديز كبسولايتس او تعمل كبسولايتس. السيكونس اللي بدور عليه زي ما هي عملت كده التي 1 ده هيبقى كويس جدا، او لو معاك فيوجن هيبان في الباد سات، لو انت عامل لو هو معاك كميه فيوجن كويسه هيبان الريدندنس في مع الباد سات. تمام، بعد كده لما نكمل كلام على التندونز والليجامنتس اراوند الانكل جوينت، هو اسهل طريقه ان احنا بنقسمها فور كوادرانت. الفور كوادرانت ابروتش ده هو السمبلست واي، ان احنا البوستيرور هو مفيش عندنا غير تندو اكيلس، ده تندون وحيد جنرالي ومفيش ليجامنتس هنا، ده بوستيريور.
واحد بس. لاترالي اتنين تندون موجودين. بروني هي الشاشة شغالة بس. لاترالي في اتنين اللي هي البرونياس لونجس وبريفيس واللونجس دايما لاترال وبوستيريور على طول الخط. هما ماشيين بيغيروا المسار بتاعهم بس دايما البوستيريور واللاترال هي اللونجس. تمام. وهي لونجس وبريفيس ليه؟ لان اللونجس بتلف تروح الناحيه الثانيه للفيرست ميتاتارسل، انما البريفيس بتنتهي عند الفيفث ميتاتارسل، فهي عشان كده لونجس وبريفيس. يبقى هنا عندنا واحد في البوستيريور وعندنا اثنين في عند اللاترال كومبارتمنت. في اللاترال كومبارتمنت بعد كده الانتيريور كومبارتمنت رافلي برضو هما ثلاثه اللي موجودين. والانتيريور قلنا ان هو يعتبر كانه هو الاكستنشن، فبالتالي اللي فيه هما اكستنسور. تمام. واكستنسور مترتبين يعني تبيالس انتيريور اول واحده وبعدين الاكستنسور هالشوس لونجس وبعدين الديجيتورم. يبقى هما مترتبين البيكتو صح. يعني هما مترتبين صح من قدام انما معكوسين ورا. تمام. ورا من الميديال جروب بقى هيبقى عندنا التيبيالس، لان الاثنين تيبيالس جنب بعض، تيبيالس انتيريور مع البوستيريور وهما معكوسين، بس هما دول الفليكسور ترو فليكسور، فالفليكسور ديجيتورم وبعدين الفليكسور ايه هالشوس. التيبيالس بوستيريور والفليكسور ديجيتورم اللي ورا دول في كومبارتمنت مع بعضهم والتاني بعيد عنهم شويه. بعد كده دول الايه التندون. يبقى التندونز عندنا هنا واحد وبعدين اثنين وبعدين في هنا ثلاثه وثلاثه. حلوه الصوره دي بصراحه، يعني خلصت الموضوع. نحاول طب ايوه نحاول نطبقها بقى على الصور الايه الام ار. تمام. هنا بقى في الام ار برضو هنمسكهم واحد واحد. هنا التندو اكيد الاول ده يا جماعه ليفت ولا رايت الانكل دي؟ ها رايت. صح دي رايت يا جماعه، دي رايت. انا عاوزكم يعني الحته دي لازم تبقى دايما مايند في دماغنا عشان هتفرق معانا كل حاجه. هو التيبيا ميديال ولا لاترال يا جماعه؟ حلو. يبقى اذا عمره ما هيجي تيبيا الا قصادها تيبيا الناحيه الثانيه، يبقى ده رايت وده ليفت. العيال باصص قدامك كده واحنا بنبص على الفيلم من تحت. يعني احنا بنبص من ناحيه الرجلين. يبقى هو جاي له الشمال عشان يبقى الماء تيبيا بره هيدخل براس تحت. هو انت بتبص على راسه لا ما تفرقش والله ما تفرقش. هو تيبيا ميديا في كل الاحوال دخل براسه دخل برجله لازم يكون في تيبيا كده، يبقى التيبيا الثانيه كده. هتسلم عليه. ايوه كانك بتسلم عليه. بتسلم عليه. بالظبط. هي كده زي ما اخلص بتقول كده. الموضوع ده مهم جدا في التيبيا في النيه، حتى لو انت مش شايف التيبيا. هنقول كمان برضو حته بعد كده شويه لو ما عندناش القط ده، طب نعرف ازاي لو احنا ما عندناش القط ده ايه اللي يعرفنا برضو؟ نكمل الاناتوم كده خلاص. ماشي. احنا هنقول اسامي التندونز زي ما احنا كنا قلناها. اسالينا بقى اسال الناس كده يعني على الكلام اللي احنا شرحناه يا جماعه. ما هو لو هنقول بقى يبقى الاكثر حد ورا يقول كده، كل حد يقول حاجه. يعني شاولي على حد ورا يعني مثلا اللي ورا ده مين؟ بص يا شيماء انت دلوقتي التيبيا ميديا ولا لاترال؟ انت بتسلمي على العيان يعني وشه يعني يمينه شمالك وشمالك يمينه صح؟ طيب انت لما تحطي التيبيا كده هتحطي لو انت فرضنا ان دي الشمال هتيجي واحده يمين كده صح؟ طيب هتيجي التيبيا قدام الفيبيلا؟ يعني كاننا واقفه كده بس انا يعني القرش كان عارف القرش بتاع التيبيا ده هو اللي هيبين لنا في قرش كده. مش القرش، انت التيبيا وجود التيبيا في حد ذاتها، التيبيا في حد ذاتها ميديا. ايوه عمرك ما هتجيبي في بنتين قدام بعض انما يجوا تبيتين جنب بعض. ايوه ايوه بس المخبط البوزيشن بتاع التصوير هو ده. مالناش دعوه بالبوزيشن. ايا كان البوزيشن هما المفروض الاثنين رجلين جنب بعض. بس لازم التبيه تيجي قصاد التبيه، ما ينفعش الفبره تيجي جنب الفبره. لازم الاثنين قلنا يبقوا جنب الاثنين قلنا، ما ينفعش الريديوس جنب الريديوس. الهيومرس السلوبنج لازم السلوبنج الاثنين يبقوا وشه بعض. الفيمر السلوبنج الاثنين جنب بعض. واضح يا جماعه ولا لا؟ يلا تندم كده يا جماعه. تندم بقى ما هم بقى كده ساره بقى ساره اللي هتقول بقى ساره. جميل ماشي. بعد كده سمر وايه. ها
دول ايه؟ دول الاثنين دول. برافو عشان احنا بقى برافو. تمام. وبعد كده الانتيرور بقى جوه دول. دول ايه اللي بتاعتك؟ بيارس انتيرور ستنسور. برافو برافو ستنسور. اوكي. زي اللي بتعمليها كده الستنشن انما ورا تعمليها فليكسور. تيجي بيارس ستنسور. ايوه ده لازم اسمها فليكسور. فليكسور ديجيتور. فليكسور ديجيتور. واضحت يا جماعه دي؟ ماشي. تمام. التندو اكيلس بقى كتندو لازم يكون من الانفيرور سيرفيس بتاعه بيكون كونكيف. تمام. هو في بس اكسبشنز كده هنقولها. وبرده في السيجيتال بنبص عليه برده لو في تير نقول مكانه فين في عند الانسرشن في الميد بورشن. تمام. احنا قلنا لو هي لونجست تروح عند الفيرست انتازل تلف بعرض السول اوف ذا فوت كده لحد ما تروح الفيرست انتازل. البريفس تروح دايركت على الفيرست. تمام. انا قصدي البرينال كلها بتمسك في الميت بورشن انما التكسر والاكسسور ديجيتور لونجست وبريفس كله والهالفرز كلها بتمسك في الفيرنجز. ماشي. اهم حاجه ان التندون بتاع الاكيلس يكون سموث وريجولار ولو سيجنال انتنسيتي الونج اتس كورس. ده مهم جدا فيه. الحاجه الثانيه انه مالوش شيز. ماشي. ايوه يعني ما تنفعش تقول تينو ساينوفايتس اوف ذا اكيلس. تمام. التندون ده مالوش شيز. طب لو في كمان بيتقال في البري اكيلس فات. دي بري اكيلس فات او في الريترو كاركينيال بيرسا انما هو ذات نفسه مالوش شيز. ماشي خلاص. تمام. يبقى هو زي ما قلنا كده ان التندو اكيليس لازم يكون دي كونكيف انتيرور سيرفيس ويكون لو سيجنال الونج اتس كورس زي ما الدكتور بيقول. هو بس احيانا بيبقى فيه هاي سيجنال انتنسيتي لاين في النص كده. ده الهاي سيجنال ده هو ان هم بيقولوا في ثيوريز كده ان هو يكون الانترفيس بتاعه هو سوليس وجاستروكنيميس انسرشن. فبيقولوا ممكن يكون ده الانترفيس بين الاثنين او يكون فاسكولار اي بلاد فيس. هو الاكيلس ده بيتكون من ايه؟ يعني ايه سبب يعني هو يعتبر الانسيرشن بتاع ايه؟ بالظبط السوليس مع الايه؟ كويس ماشي. احيانا بيكون في بلج كده في النص ده برضه نورمال اكسبشن يعني بس هو بيبقى سنترال بلج كده وبقيه التندون بيبقى كونكيف عادي. تمام. ولازم نتاكد برضو منه من السيجنال نشوف اخباره ايه. تمام. في برسه قدامي النورمال برسه ولا ايوه النورمال برسه فيترو كاركينيال برسه. ما فيهاش حاجه. النورمال ما فيهاش حاجه انما هي اللي هي السبعه شايفه حته التقاء الاكيلس مع الكاركينيس. دي فيترو كاركينيال برسه وده اسمه بري اكيلس فات. طيب. في بس اكسسوري ماسل كده احيانا بتبقى موجوده انتروميديال للاكيلس تندون بس نبقى عارفين ان هي بتبقى موجوده كده اللي هي الايه البلانتاريس تندون. تمام. احيانا بيكون موجود انتروميديال للاكيلس تندون عشان ما يحصلهاش ميس استيميشن ان يكون في بارشال تير في تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول جروب اللي هو كان فيها حاجه واحده بس اللي هو تندو اكيلس بس ولازم يكون لو سيجنال في الحاجات اللي قلنا لو شفنا الدوت دي معناها ايه او يكون في شويه كونفكس كونفكستي كده في السنتر برضو دي ما نعولش عليها كتير. تمام. بعد كده البرونياي عندنا اللي هي البرونياس لونجس وبريفيس وقلنا دايما اللونجس يعني طول ما هم ماشيين هتبقى لونجس بوستيرور وبتبقى لاترال والاثنين بيبقى مكانهم فين بيبقوا بوستيرور للايه لللاترال مالوس. احنا هنا في اللاترال كومبارتمنت علشان ايه نعرف المكان علشان لو هم غيروا مكانهم كده يبقى تمام يبقى حصل هنا جنب اللاترال كولاترال ليجامنت دي مهمه برضه لانهم بيمشوا الليجامنت دي قصيره وهم جنب عشان تعرفيهم تعرفي اللاترال لو ما عرفتيش تشوفيها تدوري على الجرنراي تندون في الكورونال هتلاقي جنبها على طول الليجامنت دي اللاترال كولاترال ليجامنت جنب على طول البرونيال. هنا الانسيرشن بتاعهم برضه الاثنين البرونيال والتيوبيركل بتاع الكانكيلس. لا مش هطول. مش مشكلة مش ماشي. فهو الجروب ده بسيط خالص البيرونياس لونجس وبريفيس قلنا بس الاثنين دول وشكلهم برضه وكل تندونز اللي هو سيجنال الونج الكوربس بتاعها بس ده بيزيد عليه انه ما يحصلوش ايه سبلكسيشن يعني لازم ابقى عارف مكانه
علشان لو هو المكان تتغير يبقى فيه مشكلة. وبرضو اعرف ان لو حاجة في الديزيزز بقى ان شاء الله لما تبدأ حد يتكلم عن الديزيزز ان يكون حصل يحصل تير او حاجة في البرونياس بريفس دي اللي هي اللي جوه دي، فلو اتقطعت ممكن البرونياس لونجس تخش في النص بين الكاتنج ايجز دول وتمنع الهيلينج بتاعها. ماشي، فدي يعني دي برضو عشان الاناتوميكال بوزيشن بتاعها ان هي محشوره بين الفيبولا وبين البرونياس لونجس، فبالتالي ممكن يحصل لها مع الوقت يحصل فيها تير وتخش اللونجس في النص وتمنع الهيلينج بتاعها. تمام، كل التنزنس له سيجنال على طول. ماشي، من بعد كده نعم اللي لما يحصل برش اللي تدخل في النص اللي هتتقطع لجوه اللي هي البريفس هي اللي هتتقطع، فهتدخل اللونجس بين الكاتنج ايدجز دول هتدخل في النص فتخلي صح والله انترابمنت يعني قصه الهيلنج. تمام، التندونز بقى اللي هي اللي احنا بنسميهم اللي هم التروفليكسور دول اللي هم على الميديال بلوك. تمام، اللي هي التيبيالس بوسيريور والايه وهما هنا معكوسين الجيتورم وبعدين الهامبس لان هما هنا معكوسين. الحتت الصغيره اللي بين الجيتورات دول هو هنا بقى اسمهم ايه بقى؟ لا لا دول الانتيريور. لا البوستيريور سيجنال هنا بينتهوا ميديولار لاترال مالولاي ارتري اللي انت حاطه عليهم دول. جنب بعض كده وطلعوا عليهم اول مالولاي فيزيك. عند الميديال اسبت عند الميديال مالولاي. ايوه بيعملوا انستوموس حوالين الميديال مالولاي. مش كل حته من لاترال والميديال كل واحد فيهم حوالين انستوموس. ماشي يا خلاص. بعد كده في عند الالونج الكورس بتاعهم بيبقوا ماشيين في مكان كده اسمه الترسل تانل. تمام، حدوده في اوسيس بورت وفي اللاترال بورت في الادكتور هالشز الادكتور هالشز لونجس دي وفي الساستنتاكلوم تيلاي. ماشي، مع الكولاترال ليج زي ما كان دكتور عمر بيقول كده. وبعدين ادي التيبياليس والفليكسور جيتورم والفليكسور هالش يبقوا الثلاثه موجودين. الجزء منها من الساستنتاكلوم تيلاي اللي عامل الشارب ده هو اللي تحتها ده على طول اسمه سيبك بقى حتى من اللونج ده انت ما بتفكروش، هي الحته اللي داخله منها دي الحته اللي عامله كونفير دي هي دي ده بتوصل. وده من الحتت اللي بيحصل فيها بين يعني الميدال سايز بيحصل فيها تبع الحاجات اللي بيحصل فيها بين سندروم في الميديا الازرق. طب انا هنا ما عنديش هنا فيبولا، ما انا شايف الفيبولا. طب دي انكر رايت ولا ليفت؟ ما هي بقى السستنتاكلمنت لاين ميديا دي ايه بقى؟ ليفت. ليه بقى؟ حتى لو انا مش طب انا ما انا شايف الميديا المالي بس كمان ده انا لازم برضه في قطات لا هي السستنتاكلمنت لاي ده السستنتاكلمنت لاي ده ده جزء من التيلس ولا من الكواسم اللاي؟ يبقى من التيلس ولا لا؟ هو من التلاي واسم التلاي صح؟ هي التيلس تحت التيلس فوقيه بالظبط ده ميديا اللي هو عامل الجزء ده كده ميديا يبقى انت كده على طول حتى لو ما شفتش الفيبرا التيبيا يبقى ده ميديا تبقى دي ليفت. وضحت؟ طيب ماشي خلاص ماشي ما هي ماشي. بعد كده هنتكلم احنا كده قلنا تندنس في الفور كوادرنت، فعندنا في البوستيريور جروب كان الاكيليس لوحده، في اللاترال جروب برونيس لونجس وبريفس، في الانتيريور جروب تيبياليس انتيريور مع الفليكسور. تمام، والفليكسور ورا. يعني بنتكلم عن الليجمنت. الليجمنتس برضو سيمبلي خالص هو برضو هنقسمها برضو كل جروب كده في ايه هو البوستيريور ما فيهوش ليجمنتس خالص. تمام، يبقى احنا عندنا اللاترال والميديال هما لاترال وميديال. الميديال هو ست واحد واللاترال تو سيتس سوبيريور وانفيريور. الميديال ست ده هو سهل اللي هو الدلتويد. تمام، الفان شيب فان شيب
هو بيتشاف احسن في الكورونر عشان كده احنا حاطين الايمج دي T2 عشان كده احط في البروتوكول بتاعنا هنقول في الاخر البروتوكول اللي هنعمله الكورونا T2 ده مهم جدا 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 عشان نشوف الميديا كولاترال ليجمنت او الميديا ليجمنت كولاترال ليجمنت كورونا T2 ما نعملش كورونا T1 الكورونا كتير عاوزينه بس احنا عاوزين الليجمنت عاوزينه يبقى نشوف في الكورونا T2 فاحنا هنا عندنا الميديا ليجمنت اللي هو اسمه ديلتويد ليجمنت وهو الشيب بتاعته فان شيب كده وهو بيكون استرويتد يعني خطوط كتيره لان هو كذا بورت يعني هو تيبيو خمسه بس اللي بيظهر منه ثلاثه تمام في تيبيو تيلر وفي تيبيو الكيبيا وفي تيبيو نافيكول هم دول الثلاثه اللي بيظهروا في اثنين تانيين كده ما بيظهروش يعني قوي تمام يبقى هو شكله فان شيبت وان هو ممكن يكون استرويتد ما فيهوش مشكله وقلنا بنشوف الجزء هو طبعا ميديال فميديال يبقى تيبيال تمام تيبيال ده هيروح للكالكينيوم وهيروح للتيلر والكالكينيوم بالظبط اه تمام تمام هو ليه زي ما برضو الجزء اللي بره ده بيسموه سوبرفيشال او ديب بورت يبقى فيه بس هو النيمز زي ما احنا قلناها كده ده كده الميديال ست الميديال ست هو بس نعرف اسم الدلتويد ونعرف ان الدلتويد ده شكله فان شيبد ونعرف ان هو استرويتد عشان كده في خطوط كتيره هاي سيجنال فما نقولش ان هي فيها تير ولا حاجه اه ده النورمال بتاعه ماشي اللاترال ست بقى سوبيريور وانفيريور لا بس ده كده مش كده ما بتتكلمش عن اللاترال كده بتتكلم على السندسموزس او ما هو في ناس اعتبرت ان السندسموزس ده من اللاترال اه ان ده السوبيريور ست والانفيريور ست هما اللاترال اه هو السندسموزس يعني. اللي هو ما بين التيبيا والفيبولا تمام اللي هو انتيرو بوستيرور تيبيو فيبولار وانتيرو تيبيو فيبولار وبوستيرور تيبيو فيبولار تمام فدول يعني دول يعتبروا مجموعه لوحدها او طب هي بقى الاطرافيه اول ولور بقى بالظبط هما يعني في ناس بتعتبر ان ده كان دي السوبيريور جروب من اللاترال ليجمنت يعني ماشي. فخلاص لو احنا نمشي على الاسم نثبتها اللي هو السندسموزس وهو معنى السندسموزس هو بيقول يعني لما بيحصل البايندنج بين عظمتين كده ويكون بينهم مسافه فلازم يكون ليجمنت يربط ما بينهم فالربطه دي غالبا بتكون فايبروس فالفايبروس ليجمنت ده حاجه بيكون قوي جدا بيربط بين التيبيا والفيبولا في الحاله بتاعتنا دي فالانتيريور بيبقى انتيريور سندسموزس والبوستيرور بوستيرور احسن حاجه زي ما انت حاطه كده هو الادسي انزل تي 1 بقى كمان انزل تي 1 يجيبهم في الكات هو الكات واحد يجيبه مره واحده خط رابط من قدام خط رابط من ورا وتبقى كده يبقى انت خلصت من المجموعه دي في كات واحد الانتيرور هو ثين لاين لكن البوستيرور لا ده بيبقى كذا خط فبرضه طبيعي ان الاقي فيه ستريشن وان الاقي فيه هاي سيجنال في النص ماشي ده منظر طبيعي ده الانتيريور وده الايه البوستيرور وزي ما قلنا ان هما بيعتبروا بوستيرور فهم فوق المانيولار فوسة اللي هي هتعلم بعد كده او هتبقى علامه للتيلو بالظبط للتيلو فيبولار اللي هما الكولاترال الحقيقيين يعني تمام اللي هما اللاترال ليجمنتس بقى اللي هما بيتقال فعلا عليهم اللاترال جروب التيلو فيبولار يعني انتيرو بوستيرور تيلو فيبولار شوف بقى شوف علاقتهم بالبروناي زي ما انا قلت لك او اللي تحت بسود الاثنين اللي تحت دول اخلاص ايوه دي البروناي دور على البروناي في الكالك في الكورونال هتلاقي جنبها اللاترال كولاترال ليجمنت دي علامتك لو انت لان حاجه بتبقى ملغوشه دور على النقطتين السود بتاع البروناي في الكورونال وحواليها هي دي اللاترال ودي من الشورت ليجمنت القويه جدا يبقى احنا هنا بس عشان نفتكر ليه كانوا هما بيسموا سندسموزس وان هما سبيرو لان هما زي معاهم برضو هما لاترال جروب بس فوق هنا يعني هنا الميديال هنا الدلتويد على الميديال سايد وعلى اللاترال سايد عندي مجموعتين مجموعه فوق اللي هما السندسموزس بين التيبيا وبين الفيبولا انتيريور وبوستيريور مجموعه تحت اللي هما اللاترال ليجمنت واللاترال ليجمنت دول فيهم برضو انتيريور وبوستيريور تيلو فيبولا تمام وفيها الكالكينيو فيبولر الكالكينيو فيبولر ده زي ما دكتور بيقول بيبقى الكرونياس لونجس وبريفس بيبقوا الاثنين عاملين عليه بيسموها ترامبولين لايك كده ابييرنس ان هم كانهم ضاغطين عليه زي لعبه اللي بينط على الترامبولين كده فالاثنين بيبقوا عاملين الامبريشن ده انتيريور تيلو فيبولر
ده كده اللي انت معلمه عليه دلوقتي هو من هو ستيرو فيبرال. ده في منه بقى انتيرو وبوستيرو. تمام. اللي انت حاطه عليه دلوقتي ده انتيرو. البوستيرو ده اخر ليجامنت في قط ورا ده. لسه لما ترجعي لورا يمكن تكون انت مصوره حاجه بعد كده. وده مهم. التاني ده مهم وبيحصل فيه ماجيك انجل. عموما لو اللي انت مصوره ده اخلاص هتبقى مفيش قطه تاني. مش مشكله. ده اسمه اللي هو لما تشوف البيروناي هنا ده اللي فوق ده كده ده بس الانتيريور تيرو فيبرا. كويس. ترجعي بالقطات لورا في الكورونا في الاخر هتلاقي واحد بالعرض كده كبير وقوي وممكن تلاقي فيه هاي سيجنال. ده بس في ماجيك انجل زي اللي بتحصل في الجي سي ال وكده. ده البوستيرو تيرو فيبرا وده اخر واقوى كومبارتمنت واهم كومبارتمنت ولازم تدور عليه. بوستيريور تيرو فيبرا ليجامنت. لا ما اظهرش. هو ممكن يكون ده هو هنا مش هو. بس اخلاص انت مصوره في الاجزاء. اهو هو يعني بالك بالاجزاء هنا مش بس خلي بالك ان ده مش سيندزموز. ده انفير احنا تحت الليفل بتاع الفيبر. عشان أي. كده انت بين دلوقتي انت هنا فيبولر وطيلس. تمام. فده البوستيرو بتاعه يا اما تشوفيه هنا في الاجزاء يا اما تشوفيه في الكورونا الاخر قط اخر قط في الكورونا اللي هو اللي بيبان فيه. مهم جدا لازم ندور عليه البوستيرو تيرو فيبولر. انا بجيب مصوره ده انت مهم بس الاهم منه البوستيرو تيرو فيبولر. اوكي. هم في الاكزيل بيبقوا الاثنين واضحين الانتيرور والبوستيرور. واعرف منين ان انا بقيت في الانفيرور ست ان تظهر معايا الماليورال الفصه ده الجروف ده. فلما نشوف الجروف نعرف ان احنا مع لا تغلطيش ان هو سيندزموزس. السيندزموزس ما كانش فيه الجروف ده لسه ظهر معايا. بالظبط. اخر حته بقى دلوقتي في الفيبر. فهو الجروف بتاع الفيبر. بالظبط. احنا هنا نعم في المليون دولار الفوز ده بيحصل فيه ابشر فراكشر في حالات كتير لما بالظبط. لازم لما تلاقي بقى في الاكس راي لازم تبتدي تعمله ده عشان هيطلع غالبا في واحد من التيرو فيبرا مقطوعين. ماشي. يبقى احنا دلوقتي الليجامنت بس عشان الاسامي بتاعتها كانت نسى. احنا عندنا الليجامنت لو احنا هنبدا احنا عندنا الليجامنت على الميديال هو دلتويد بس. تمام. ماشي. واتفر بقى البارتس بتاعته بس هو ميديال مفيش غير دلتويد. كويس. ماشي. على اللاترال فوق ولا تحت؟ انا فوق ولا تحت؟ لو انا فوق هيبقوا سيندسموزس. كويس. انتيرور وبوستيرور. اعرف ازاي ان انا فوق ان مفيش الجروف ده يعني انا تحت في جروف اهو. تمام. ماشي. فلما يبقى عندي الجروف يبقى انا تحت. اللي تحت دول لاترال ترو لاترال يعني. اللاترال دول برضو انتيرور وبوستيرور بجيبهم على الاكزل او افولو امشي مع الكورونا على الاكزل. الانتيرور واضح والبوستيرور هو في قلب الفوسه بالظبط. اوكي. انما الكالكينيو فيبولر اللي هو الثالث بتاعهم بقى ده هيبان في الكورونا معايا حوالين الكورونا. تمام. الكالكينيو فيبولر ده بيبقوا مين اللي سوبيريور ليه؟ البرونياس لونجس وايه وبريفيس ماسك. تمام. يبقى انا اللاترال كومبارتمنت فوق سيندزموزس انتيرور بوستيرور تحت تيلو فيبولر وكالكينيو فيبولر. تيلو فيبولر في الاجزل والكالكينيو فيبولر كولون. كولون. جميل جدا. طيب احنا دلوقتي في كل الصور اللي كنا بنعرضها كنا بنتكلم على اجزل وكرونال. يعني كان الاجزل بشوف فيه التندون سواء كان ويتش جروب والكرونال بس شفنا فيه الدلتويد ميديال وشفنا الكالكينيو فيبولر لاترال. طيب الساجيتال ايه البنفيت بتاعته؟ السجيتال بيديني حاجات هو اوضح حاجه. تمام. الساينس ترسال ودي فايبر اوسيس تانل كده بيبقى المفروض الكونتنت بتاعها مين دي فات ما عدا ان فيها شويه ايه شويه ليجامنتس كده اللي هو السيرفايكل وارتي. تمام. السيرفايكل والايه والانتر اوسي. تمام. يبقى هي بس فيها ليجامنتس اذروايز بقيتها فات. لو فيها بقى السيجنال تشينجز يبقى نشوف ايه المشكله بتبقى ساينس ترساي سندروم. يبقى اذا انا لازم في السجل ده اعمل سجل تي 1 وسجل ستير. سجل تي 1 لازم اشوف ايه في الساينس ترساي فات ابيض. لو لقيت اسود بقى قديمه وبقت بيضه في الساينر في التاني ده في الفات سير يبقى انت عندك قديمه يبقى عندك سايب ليجامنت هنا اسمها السيرفايكال ليجامنت اللي موجوده هنا دي. السيرفايكال ليجامنت دي بتلف والعيان ده بيجي بفيري سيفير بين وممكن يعدي مننا لاننا كلنا ما بندورش على السايد من ضمن الايدن اريا اللي بتتنسى الساينس ترساي لازم تتشال. تمام.
يبقى انا لازم اشوف السيرجيكال وادور فيه زي ما بنبص كل حاجات برضو بنشوف البول بنشوف البون وبعدين بننزل على الساينس ترسايد نتاكد ان فيها فات وبنشوف حاجه كمان فيه اللي هي الايه البلانتر فاشل البلانتر فاشل اللي هي اخر حاجه خالص عندي في الصوره دي ماشي وبتمشي معايا لحد هي شيت لايك كده بس برضو لو سيجنال في كل البولس سيكونسز لو السيجنال بقى بتاعتها دي اتغيرت او حصل فيها تير او تفر اللي حصل بتبقى لازم تدور لازم تبص عليها كل الحالات وحالات بالذات الناس اللي بقى عندهم روماتويد او الناس اللي عندهم سلايسز والحاجات اللي هي بتاع الكولاج والحاجات دي بيبقى دايما معاها انفلاميشن والعيان بيجي بماس بيدور الفاشياتس تلاقي مقطوعه الفاشيا وتلاقي حتى بالسونار ممكن تلاقي فيها بلط بسكولاريتي ممكن تلاقي فيها كمان ضمه لو انت عملت لها سونار. انا السنسر لا انا مش كده لسه الليفل بتاعنا اوف لاين الثانيه بتبقى في الميد لاين تمام برضه ده الفات طبعا اللي هي اسمها ايه بقى البلانتر فات كارتجنا فات كارتجنا دي عند الاكيل انتيريور الاكيل لا دي البلانتر فات البلانتر فات البلانتر فات تمام ماشي كمان في السوجيتال بنشوف اكسسوري بون اللي هي البنيه الموجوده اللي هي الايه الاوس ترايكوما الاوس ترايكوما دي بني اوسيكلز كده ممكن تكون موجوده وبتعمل برضو مشاكل بتعمل حاجه زي البوستيريور امبنشمنت كده سندروم او حاجه تمام لو كان بس لونج بروسيس بتبقى ستايدابولسس لو كان عشان كده عايزين نقول الحته دي مهمه جدا الفرق بين الشتايده وبين الاوست ترايجونم سندروم لما لقيتش قديمة واوستو ارثريتيك تشينج وفراجمنتيشن زي اللي بتحصل في الاوست شلاتر والكلام ده ما تكتبليش اوست ترايجونم سندروم برومننت اوست ترايجونم ماشي شتايده بروسيس ماشي لان احنا بنكتبها ايه عمال على بطال لقيت فيها قديمه زي دي كده والبونه كده شكلها يعني الريجولاريتي بتاعت الاوست ترايجونم سندروم بدون بس التيرس برومننت من ورا انت مش فايده بس ماشي دي بقى اللي كانت معانا انت جبتيها من ال لا ما معاك كنا لسه عايزين نجيب الحل ندور عليها ندور عليها الاوستال جونم والشتايدل بروسيس دي ما هو مش بس معمول دول الابنورمال انفيوجن ولا يعني كونجيكتال الاوستال جونم اتس ا بروجيكشن ارايزنج فروم ذا بوستيريور اسبيكت اوف ذا تيرس كود دي سيباريتك او نوت وايفن لو سيباريتك السيباريشن ويز اوستو ارثريتك اللي بيحصل زي اوستو كوندرايتس زي اللي بتحصل في الاوستو الشلاد نفس الكلام لو حصل معاها الاوستو كوندرايتس اكتبها اوستو ترايجونال سندروم سيباريتك اكتبها سيباريتد اوستو ترايجونال بون بروسيس اكتبها شتايد وضحت؟ ماشي اوكي كمان الاوسيكلز اللي ممكن تكون موجوده اللي هي الاوس نافيكولار طبعا احنا ميديا كده ولا لاترال يا جماعه البونه دي لازم في كل حته معلش بقى حلوه الحته اللي انتوا قلتيها دي لازم لك في كل حته في البون البون حلو كده اي حته لازم تحط لك معلم بحيث انك تعرف ان ده يمينك شمالك انتير بوستير البونه دي اسمها ايه البونه الكبيره دي لا ايوه انا فاكر طب ان الميكرو دي ميديال ولا لاترال؟ جميل يبقى دي الموست ميديال اسبكت اوف ذا جوينت اهي دي تلاقي بقى جنب النافيكولار والبونه دي بتعمل مشاكل جدا البونه دي تلاقيها سيباريتد وكان لها 3 ديجري تلاقي البونه دي سيباريتد من النافيكولار بيسموها لها اسمين يا اما تقول عليها اوس نافيكولار زي ما خلاص كاتبه او اس اوس تيبياليز اكسترنال لانها بتمشي الونج الاكسترنال تيبياليز كندو والعيان تلاقيه دايما يدوس على عليها كده من الالم فتلاقي دايما الحته دي ورمه وهو بيحاول يعمل بقى مع الوقت البونه بتاعت التيرا النافيكولار دي تبتدي تحصل لها ريمولدنج تغير شكلها وتلاقي حواليها قديمه وبتاع وتبقى تحولت لاوس نافيكولار او اوس نافيكولار سندروم بالظبط يعني ممكن تكون بس كده اكسسوري بون وتكون امبندد في التيبيالز بوستيريو تندون او تكون ترو اوسيكل كده ويكون ليها فايبروس ارتكوليشن مع النافيكولار بون وفعلا تعمل مشاكل دي بقى سندرومي تمام تمام هو ده اللي انا يعني حاولت اجيبه احنا ممكن بقى نقفل التسجيل يعني كده هاتي واحده بقى انزل كده معلش ده